تحت شعار تحرر من حمولك نهائيا وابدأ الحياة، أقيم المؤتمر الصحفي الأول في مصر لمعهد ميسيتا لجراحات السمنة المفرطة بميونخ. وكان الغرض من المؤتمر عرض أحدث الطرق لعلاج السمنة عن طريق الإنسان الآلي. المؤتمر ده يعتبر فرصة كبيرة لمرضى السمنة اللي بيعانوا من مشاكل صحية، سواء كان زيادة في الوزن، معدل كتلة دهون أكتر من 40 أو 35، أمراض السمنة زي السكر والضغط والكوليسترول، ألم المفاصل، كل دي مشاكل بتهدد حياة الشخص. عشان كده مهم جدا جدا إن احنا في كثير من الأحيان الناس اللي هي مش قادرة تعمل رجيم، وزنها زيادة أكتر من لازم، دخلها في مشاكل صحية، مشاكل نفسية، بنلجأ للجراحة. وطبعا فكرة جراحة التدبيس بالروبوت تعتبر أحدث حاجة، لأنها بتوفر الأمان، بنتفادى بيها مشاكل كتيرة جدا كان ممكن يخش فيها المريض بالجراحة العادية. الأعراض الجانبية نقدر نقول إن هي أقل حاجة، لأن طبعا استخدامنا للروبوت بيمنع حدوث الالتصاقات، بيمنع حدوث النسيب، بيساعد الشخص على إننا نتفادى أي مشاكل كان بتسببها الجراحة العادية. هو المؤتمر ده مش بخصوص السمنة بشكل عام، هو المؤتمر ده بخصوص التعاون بين الجامعات الألمانية والجامعات المصرية من خلال قنوات شرعية. الراجل ده عايز يقدم فكرة الروبوت اللي هو بيستخدم في العالم بقاله 12-13 سنة في الجراحة، علشان ما يحصلش المضاعفات اللي هي بتحصل من الجراحات التقليدية. الجراحات اللي هي من خلال الإنسان الآلي أو الروبوت بتبقى حاجات دقيقة بتصل إلى أماكن لم يصل، يعني لا تصل إليها الإيد البشرية الطبيعية أو المناظير التقليدية. أنا أخذت القرار ده لأن أنا كنت في خطر، أنا كان أصبت بالسكر والضغط وأمراض القلب، وكنت محتاج لمساعدة متخصصة. حاولت كتير جدا ان انا اعمل رجيم وبقيت بالفشل، وعملت رياضة، وكان دايما اعمل الكلام ده مع ان انا ما وقفتش عن الاكل، دائما كان وزني في الطالع والنازل، وما ثبتش على وزن معين، كان وزني عامل زي لعبة اليويو فوق وتحت، وما كنتش باخد اي مساعدة متخصصة، لغاية لما عرفت عن معهد ميسيتا ودكتور سينر واجريت العملية وفقدت كثير من وزني. أعلن الخبير الألماني من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عن إجراء تلك العملية باستخدام الإنسان الآلي لأول مرة بعد دعوته لنقل تلك التكنولوجيا بالكامل من ألمانيا لتطبيقها في مصر، نظرا لنجاحها الكبير ودرجة أمانها المرتفعة. إنجي خالد لنهارك سعيد.